يمكن انا حتى كنت لسه بتكلم على مساله اعلان امريكا لتشكيل تحالف دولي، يعني انا كمان اصبحت عندي شغلانه جديده هتحصل في البحر الاحمر، لا قدر الله اتمنى انها ما تحصلش ويتم اشعال فتيل ازمه جديده في البحر الاحمر. وانا هرجع لاستاذ مصطفى، هل بتتفق على نفس ذات الملفات ولا انه من خلال ملفك الرئيسي لديك ايضا مجموعه اخرى من التوصيات؟ الحقيقه يعني استاذ محمد زميلي هو بس فتح الباب لحاجات اكتر بكتير. يعني طبعا الملف الاقتصادي هو يعتبر من اهم الملفات المطروحه على الساحه، لكن هو مش كل شيء. الدوله المصريه طبعا في الفتره دي احنا في مرحله ما بين التنميه والتعمير وما بين مواجهه ازمات في كتير منها مفروض علينا سواء اقليميا او دوليا. الاستحقاق الرئاسي اللي الحمد لله اتممناه بنجاح وبشهاده العديد من الجهات الدوليه هو داعم للدوله المصريه في خلال الفتره اللي جايه. اول حاجه من التحديات دي هو التحدي القائم على حدودنا الشرقيه في غزه والحرب الغاشمه اللي بيواجهها اخواتنا في قطاع غزه. كون الانتخابات نفسها ظهرت بهذا المعدل والنسبة الكبيرة جدا من المشاركة، ده تدعيم وتقوية لشرعية الدولة في المطالبة بحق الدولة المصرية في ضمان أمنها القومي، وكمان المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة اللي هي قضية فلسطين. مصر طبعا هي من أكبر الدول أو أكبر الدول المطالبة ومناصرة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، يعني في خمسينات القرن الماضي، ومصر كانت متحملة المسؤولية بشكل كبير جدا جدا، سواء في عدد من الحروب حتى منتصف السبعينات، ثم بعد ذلك المرحلة اللي تبعتها هي مرحلة السلم أو مرحلة السلام اللي احنا بنحاول نطالب بيها على أساس نقدر نقول أسس الشرعية الدولية والاتفاقات اللي تمت ونقدر نقول المقررات اللي العالم كله توافق عليها. في محاولة خبيثة جدا للانقلاب على هذه المقررات وعلى هذه الاتفاقات الدولية، ومحاولة لتهجير الشعب الفلسطيني الموجود في غزة إلى مصر. مصر تصدت بشكل حازم وحاسم جدا، اتضح في كثير من المواقف، شفنا ده في تصريحات السيد الرئيس في استاد القاهرة، شفنا التصريحات دي اتكررت وبشكل قوي جدا في الخطاب اللي تلا إعلان نتيجة الانتخابات، جه في صدر الخطاب، وده ليه؟ لان القياده السياسيه بتركز على ان دي اهم نقدر نقول ازمه موجوده في المرحله الراهنه، على اساس نقدر نقول دي قصيره المدى، ولكن ان لم تدار بشكل سليم فهي ليها تاثيرات بعيده المدى على الدوله المصريه وعلى المنطقه العربيه بشكل عام. بخلاف كده احنا عندنا تحدي اكمال مشاريع التنميه والتعمير. المشاريع ابتدت نقدر نقول من 10 سنين دخلت في كل قطاعات الدولة بعد نقدر نقول تراخي عقود طويلة جدا من الإهمال التنموي في الدولة المصرية. شفنا نقدر نقول حالة بعث جديدة لكل الملفات في مصر، ده لازم يتكمل في الفترة اللي جاية. بخلاف كده الدولة المصرية إلى جانب التصدي للمخطط الخبيث ضد القضية الفلسطينية وإلى جانب إكمال المشروع الوطني الداخلي، كمان في تحديات إقليمية محيطة بينا. احنا شايفين الوضع في ليبيا منذ 2011 لازال غير مستقر، الوضع في السودان تأزم جدا منذ إبريل، مصر في حزام ناري، والحزام الناري ده يعني نقدر نقول هو التحدي الأكبر في الفترة اللي جاية، في الفترة الرئاسية اللي جاية أمام السيد الرئيس. إذا لم تستقر السودان فده عمق، ده العمق الاستراتيجي، العمق الاستراتيجي لمصر. ليبيا برضو العمق الاستراتيجي لمصر. نقدر نقول برضو ان التحركات، وحضرتك لسه اشرت ليها، وجود حالة توتر في البحر الاحمر واعادة بعث فاعلين من غير الدول لصالح دول اخرى بتحاول انها تعبث في المنطقة لمصالحها، وتعطيل حالة الملاحة البحرية في البحر الاحمر، دي كلها تحديات نقدر نقول انها بعد ما كانت ابتدت تخفض في الفترة اللي فاتت ابتدت ترجع تاني. برضه نقدر نقول ان لا زالت ليبيا الشقيقه ولا زالت سوريا هي من حواضن الارهاب. الارهاب ده اللي هو كان اطل علينا واحنا قدرنا نهزمه، لكن ظهوره في بقع قريبه مننا برضه ده مصدر قلق وتوتر، مش لمصر بس، لكل دول المنطقه، ولازم نشتغل عليه بشكل حاسم وقوي جدا جدا. اقدر اقول ان جمله من التحديات وبرضه جمله من الفرص. الفرص كتيرة جدا أمام مصر، يعني إحنا نقدر نقول عبرنا مراحل صعبة، كان فترة مليئة بالأزمات الفترة اللي فاتت، بنحاول نعديها أزمة بشكل نقدر نقول هادئ، بشكل نقدر نقول رصين،
بحيث ان احنا ما نبقاش يعني الازمات تقدر تسيطر علينا. لا، احنا بنحاول ان احنا نتغلب على الازمات. في بتبقى في ازمات قويه جدا وصعبه، لكن بنحاول نعالجها بشكل هادئ مستمر.